السلام عليكم أصدقائي، معكم أخوكم حسين من قناة تيك فون. رجعنا لكم فيديو جديد من سلسلة متطلبات تشغيل الألعاب، واليوم الفيديو مالتنا عن متطلبات تشغيل لعبة الفورتنايت، فخليكم ويانا. أولا تحتاج نظام يكون ويندوز 7 فما فوق، لكن بشرط أن يكون 64 بت، وأيضا تحتاج معالج انتل كور i3 سرعته 2.4 جيجا هرتز، وتحتاج رام يكون 4 جيجا بايت فما فوق، وأيضا تحتاج كارت شاشة هو الانتل HD 4000 أو AMD راديون HD 7085 2 جيجا بايت، ولازم تكون عندك مساحة فارغة على الهارد مالتك ما تقل عن 30 جيجا بايت. هذه هي المواصفات الأدنى لتشغيل اللعبة، يعني هاي أقل مواصفات ممكن تشتغل عليها اللعبة، فمن الممكن أن تواجه مشاكل بحكم أن هذه المواصفات هي أقل المواصفات اللي ممكن تشتغل عليها اللعبة. فالشركة خلت لك شيء اسمه المواصفات الموصى بها، وهاي المواصفات اللي هو يفضل أن تكون موجودة بجهازك حتى تضمن أن اللعبة راح تشتغل عندك وبدون أي مشاكل. فحتى تضمن أنه ما راح تواجه مشاكل مع اللعبة، لازم تكون عندك المواصفات الآتي. لازم يكون عندك معالج الانتل كور i5 7600K او معالج الـ AMD رايزن 5 1600، ولازم يكون عندك رام 8 جيجا بايت فما فوق، ولازم يكون عندك كارت شاشة هو GTX 660 2 جيجا بايت او كارت الـ AMD راديون HD 7870. وخلص، هذا كان كل شيء خص فيديو اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك، وايضا كتبولي بالتعليقات عن اي لعبة تحبون تكون الحلقة القادمة. تحياتي لكم، في امان الله.